كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل اليوم في متحف المستقبل بدبي المبرمجين والمدربين والفائزين بتحدي مبادرة مليون مبرمج عربي الذي تبلغ قيمة جوائزه الإجمالية 1,350,000 دولار أمريكي خلال الحفل الختامي لمبادرة مليون مبرمج عربي، وذلك تأكيدا لريادة دبي كمركز رئيسي لاحتضان وتشجيع المبدعين العرب. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في هذه المناسبة: نبارك للشاب السوري محمود شحود فوزه بجائزة المليون دولار عن مشروع هب 360، فوز مستحق لمبدع عربي نفتخر به وبإنجازه، ونهنئ جميع الفائزين والمشاركين في مبادرة مليون مبرمج عربي الذين نجحوا في توظيف لغة العصر المعرفية في تطوير مشاريع رائدة ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجتمعاتهم. وأكد سموه أن مبادرة مليون مبرمج عربي أتاحت الفرصة لمليون عربي لدخول العالم الرقمي، وحققت أحلام عشرات آلاف المبرمجين العرب في مختلف أنحاء العالم، وستكون مخرجاتها ونجاحاتها ركيزة لكثير من الإنجازات العربية القادمة في عالم التكنولوجيا والبرمجة. وأضاف سموه بالقول: مبادرة مليون مبرمج عربي فتحت الطريق أمام الشباب العربي نحو آفاق لا نهائية من الابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا المتقدمة لوضع الوطن العربي على خريطة التميز والإنجاز. مع